السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخنا؟ حالي طيب الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، معك حسن ابن أشرف، كلمتك كذا مرة قبل كده. اتفضل يا حسن ابن أشرف. ازيك يا شيخنا عامل إيه؟ الحمد لله بخير. عندي كذا سؤال يا شيخنا، وأولهم رأي الشيخ مصطفى، يعني إيه أفضل حاجة ممكن تتعمل الأيام دي في ظل الانحلال الأخلاقي والبعد عن الدين اللي حاصل دلوقتي؟ والله اولا المرء المسلم يلزم عليه ايه دلوقتي؟ اولا نثبت على هذا الدين القيم، نسأل الله الثبات عليه، يعني نقول يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. امين يا رب. نقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا. آمين. ندعو الله ان يثبتنا على الايمان. آمين. ونجتهد في نصرة هذا الدين القيم. آمين. نبين محاسن هذا الدين ونبين سبيل المجرمين، يعني في مجرم من دولة اسمها أمريكا لا بورك فيها، خارج يعلم بكل وقاحة وكل بجاحة أنهم الآن دولة مثلية. أسأل الله أن يعجل بعذابه والانتقام منه، أسأل الله أن يحل به بأسه. يعني رجل ما حصلت في التاريخ، يعني قوم لوط كانوا يعتدوا على الرجال ويجتزئ الرجال بالرجال والنساء بالنساء، لكن لم يقننوا قوانين زواج، لم يقننوا قوانين زواج وقوانين ميراث كالذي فعلها هذا المجرم الأثيم. أنصح الأمريكان بالتوبة إلى الله، وإلا سينزل عليهم عذاب من الله. ننصح الأمريكان، بئست أمريكا، والمقيمين فيها بالتوبة إلى الله والرجوع إليه. الله جل ذكره لما أرسل الحجارة من سجيل منضود على قوم لوط وجعل أعالي البلاد سافلها، قال وما هي من الظالمين ببعيد. ننصح الأمريكان أن يتوبوا إلى الله، وبئست أمريكا. والإخوة الذين يتهافتون للذهاب إلى أمريكا ويتعززون بذلك، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. أمريكا لن تنفعك في قبرك، أصبحت دولة قذرة ملوثة بالقذرات. والطيب أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، أصبح الطاهر يخرج من البلاد. عياذا بالله من أمريكا ومن شر أمريكا ومن رئيس أمريكا. انتبهوا يا أهل الإسلام، هؤلاء ينشرون الرذيلة في العالم جهارا نهارا. يخرج كبيرهم بأمس قريب يعلن بكل وضوح، يقول بكل وضوح، نعلن أنهم دولة مثلية. عياذا بالله من هذا الشر. لكن هذا يا شيخنا ما نقولش مثلية، لأن مثلية دي كلمة، هذا مؤذن بزوالهم، هذا مؤذن بزوالهم. هم يقولون هذا الذي يقولونه، يفعلون فعل قوم لوط. تقريبا بيحاولوا يجملوا الكلمة يعني علشان. لا يا حبيبي، هم لا يجملون، هم قذرة أصلا. أصبح الطاهر العفيف الملتزم بالقرآن والسنة أصبح عندهم من المجرمين وإرهابي، ولازم يستأصل. انتبه يا إخوة، بئست أمريكا، بئست أمريكا. لا تحرصوا على جنسيات هذه الدولة، لا تحرصوا على الإقامة فيها. من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأة يتزوجها فهجرته لما هاجر إليه. بكل وقاحة وكل إجرام وكل إصراف على نفسه، يخرج كبيرهم الأثيم يعلن أن دولتهم الآن أصبحت دولة مثلية، ويقول أقولها بكل وضوح وكل صراحة، إذن بعذاب من الله أنت ودولتك. وعن قريب إن غدا لناظره قريب، إن غدا لناظره قريب. الله سبحانه غيور، ومن غيرته أن يأتي يغار أن يأتي العبد ما حرم الله عليه. انتبهوا يا أهل الإسلام، انتبهوا يا أهل الإسلام، انتبهوا يا أهل الإسلام، يا من تلهثون وراء الأمريكان، انتبهوا، انتبهوا يا أهل الإسلام لدينكم. لا تتبعوا سبيل المفسدين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. أشهدك يا رب على براءتنا من هؤلاء، واشهدك يا رب على براءتنا منهم ومن دولتهم ومن رئيسهم وممن سلك سبيلهم. اللهم يا رب، اللهم يا رب سلمنا منهم ومن شرهم. اللهم نجنا واهلنا وقومنا من القوم الظالمين،
ونجنا مما يعملون يا رب العالمين. رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. السلام عليكم.